خفضت يمنى في هدوء الليل. من هو الصامد المغامر في وجه السير؟ يبعد عن عينيه الراحة، يتحدى خصما في الساحة، يرمي ويصيب الأهداف، يسعى دوما لتحقيق الإنسان، وخيال أبيه في الأحلام يوقد في القلب الحساس حب الخير لكل الناس مهما كان الثمن من الصعاب. سيظل البطل القناص بكل الصبر والإخلاص، يعمل باجتهاد وعلى الاستعداد، يرمي ويصيب الأهداف، يسعى دوما للإنسان. قد لمعت عيناه بالعزم انتفضت يمنى في هدوء الأهداف، يسعى دوما.